السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم شيماء عرفه والرياضيات الصف الثاني الابتدائي. النهارده هنشرح مع بعض الدرسين 15 و16 بعنوان مسائل الجمع والطرح الكلاميه. المثال الاول اللي معايا بيقول يوجد 8 بومات على فرع شجره، ثم انضم اليها 9 بومات. ما عدد البومات كلها على فرع الشجره؟ انا عندي فرع شجره كان عليه 8 بومات، شويه كمان ولقيت عندي انضم ليهم 9، يبقى انا هجمع 8 زائد 9 لان انا عايزه اعرف عدد البومات كلها. يبقى عدد البومات كلها تساوي 8 زائد 9. انا ممكن احلها عن طريق استراتيجيه الرياضيات الذهنيه لتكوين العدد 10، ان انا ممكن افك عندي 8 دي لسبعة زائد واحد، الواحد أضيفه على التسعة، التسعة تبقى عشرة، عشرة زائد السبعة المتبقية هنا يبقى 17. أو ممكن أبدأ بالعدد الكبير، أحط التسعة في دماغي وأطلع 8 على صوابعي، أو أستخدم المكعبات أو الحبوب، أي طريقة كانت، المهم تسهل عندي عملية الجمع. يبقى أقول 9 زائد 8 تساوي 17. نشوف كتاب المدرسة الدرس 15 التطبيق. الإرشادات: اقرأ المسألة الكلامية، استخدم استراتيجية الرياضيات الذهنية للإجابة، ثم اكتب جملة عددية لتوضيح المسألة. رقم 1: عدى أحمد 7 نملات تزحف على الرصيف، وبعدها وجد 3 نملات أخريات تزحفن. ما مجموع النملات التي رآها أحمد؟ هو عايز يعرف المجموع النهائي او عدد النملات الكلي اللي شافها احمد على الرصيف. هبدا اجمع 7 زائد 3 هيساوي 10. طبعا هفك، انا هنا مش محتاجه افك لان هي 7 زائد 3 على طول، يبقى انا كونت عندي العدد 10، يبقى 7 زائد 3 هيساوي 10. رقم 2: رات مريم 8 طيور تحلق في السماء، كما رات 4 طيور على شجره، ما مجموع الطيور التي رأتها مريم؟ يبقى أنا عايزة أعرف هي مريم شافت كام طائر، سواء في السماء أو على الشجرة. هبدأ أجمع 8 زائد 4. طبعا أنا بستخدم استراتيجية الرياضيات الذهنية في عملية الحل. يبقى هبدأ أفك الأربعة دي لاتنين واتنين، يبقى أقول 2 زائد 8 يساوي 10، 10 زائد الاتنين هيساوي 12. ممكن برضو استخدم طريقة الجمع العادية، ممكن استخدم صوابعي او الحبوب، المهم ان انا اطلع الناتج صح. بس هو هنا عايزني استخدم استراتيجية الرياضيات الذهنية، لان الطريقة دي سهلة جدا عن طريق تكوين العدد 10. رقم 3: مع مختار 6 قطع من الحلوى في برطمان. مختار معاه 6 قطع من الحلوى، ومعاه برضو 8 قطع اخرى في جيبه، يبقى البرطمان اللي مع مختار في 6 وجيبه في 8، عايز يعرف مجموع قطع الحلوى التي معه. يبقى ال 6 زائد 8 هيساوي ال 14. هبدأ افك ال 6 دي ل 2 و 4، ال 2 اضيفها على 8 هيساوي 10، 10 زائد 4 هيساوي 14. مع هبه 7 ملصقات واعطاها معلمها 9 ملصقات اضافيه، ما مجموع الملصقات التي مع هبه؟ هبه كان معاها 7 والمستر بتاعها قدها 9، يبقى 7 زائد 9 يساوي 16. طبعا هبدأ عملية الحل عن طريق فك أو تحليل العدد 7 ل 6 و1، الواحد أضيفه على 9 يساوي 10، يتبقى عندي 6، يبقى 10 زائد 6 يساوي 16. نشوف المسألة اللي معانا، بيقول اقرأ وحل. إذا كانت منى لديها 10 دجاجات، 6 منهم لونها أصفر والباقي لونه بني، ما عدد الدجاجات ذات اللون البني؟ هنا منى عندها 10 دجاجات، 6 منهم لونهم أصفر، هي عايزة تعرف الباقي اللي لونه بني كام؟ يبقى هبدأ أقول 10 ناقص 6 هيساوي 4. طيب هنا في عملية العد، علشان أجيب الناتج ده هبدأ أعد من بعد 6 لغاية 10، يبقى أقول بعد 6 7 8 9 10. ممكن يبقى هي هنا 10 زائد 6 يساوي 4، يبقى عدد الدجاجات ذات اللون البني هيساوي 4. المثال الثاني: يوجد 15 فراشة فوق الزهور، 7 فراشات طارت بعيدا، ما عدد الفراشات المتبقية على الزهور؟ أنا عندي
15 فراشة، طار منهم 7، عايز يعرف متبقي كم فراشة على الظهور. يبقى عدد الفراشات المتبقية هنقول 15 ناقص 7 يساوي 8. طيب دي انا جبتها ازاي؟ انا ممكن استخدم هنا القلم وهقول 7 هبدأ افكها لخمسة زائد الاتنين، يبقى هبدأ افك 7 لخمسة واتنين، تمام. هبدأ اطرح 15 دي ناقص 5، 15 ناقص 5 هيديني 10، يبقى يديني الناتج 10، تمام. العشرة دي هبدأ اطرحها من الاتنين، يبقى اقول 10 ناقص الاتنين، 10 ناقص الاتنين هيساوي 8. رأى ياسين 18 من نجم البحر، ياسين شاف 18 من نجم البحر على الشاطئ، ثم اصطاد 9 نجمات أخرى. يبقى ياسين الأول شاف 18 من نجم البحر ورجع اصطاد منهم عليهم تاني 8، يبقى اصطاد 8 من اللي كانوا موجودين، اصطاد 9. ما عدد النجوم المتبقية على الشاطئ؟ هو شاف كام؟ شاف 18، اصطاد منهم 9، يبقى متبقي كام؟ هبدأ أطرح 18 ناقص 9. طيب أعمل إيه عشان أطرح 18 ناقص 9؟ عن طريق الرياضيات الذهنية، إن أنا هبدأ أفك 9 دي ل 8 و 1، وأبدأ أطرح 18 ناقص 8 هيساوي 10، يبقى أقول 18 ناقص 8 يساوي 10. 10 ناقص الايه؟ 10 ناقص الواحد هيساوي 9. يبقى عدد النجوم المتبقية عندي هي 9 نجوم. صفحة كتاب المدرسة، الدرس 16، التطبيق، الإرشادات. اقرأ المسألة الكلامية واستخدم استراتيجية الرياضيات الذهنية للإجابة، ثم اكتب جملة عددية لتوضيح المسألة. رقم 1، مع سلمى 18 ثمرة تين، تناولت 10 ثمرات، كم ثمرة تين تبقت مع سلمى؟ 18 ناقص 10، هبدأ أفك هي كده خلاص، 18 ناقص 10 هبدأ أفك إيه؟ هبدأ أفك 18 دي اللي 8 زائد 10، 10 ناقص 10 يساوي 0، ويتبقى عندي 8. أو أبدأ أجمع، أعد من بعد 10 لغاية 18، أقول بعد 10 11 12 13 14 15 16 17 18، يبقى الناتج اللي عندي 8، يبقى 18 ناقص 10 يساوي 8. رقم 2، جمع أحمد 15 صخرة من الشاطئ، ألقى 6 في الماء، كم صخرة تبقت مع أحمد؟ أحمد جمع 10 ورمى منهم 6 في المية، يبقى أطرحها إزاي؟ الستة هفكها لكام؟ هفكها لخمسة وواحد، تمام؟ 15 ناقص 5 هيساوي 10، 10 ناقص 1 هيساوي 9. رقم 3، مع مصطفى 16 قطعة حلوى، تناول منها 6 قطع، كم قطعة حلوى تبقت مع مصطفى؟ 16 ناقص 6، هبدأ أفك الستة دي لكام؟ لستة زائد صفر، تمام؟ أقول 16 ناقص 6 يساوي 10، 10 ناقص 0 يساوي 10، يبقى أنا هبدأ أفك الستة دي لستة ناقص الصفر، تمام؟ 16 ناقص 6 يساوي 10، 10 ناقص 0 هيساوي هي 10. رقم 4، اشترت رشيدة 13 برتقالة، أعطت والدها 3 برتقالات، كم ثمرة برتقال تبقت مع رشيدة؟ 13 ناقص 3، هبدأ أفك التلاتة لتلاتة زائد صفر، يبقى 13 ناقص 3 يساوي 10، 10 ناقص 0 هيساوي هي 10. وبكده نكون انتهينا من شرح درس النهاردة.